بالنسبة لنا خبرة جديدة جدا ان يبقى في تداخل ما بين الأنشطة، يعني ان الشباب يقوموا بقافلة. وطبعا فكرة القافلة دي فكرة ممتازة جدا. انا النهاردة حاسة فعلا قد ايه هما يعني مؤثرين وفعالين في يوم زي ده، ان قافلة باجتماع شباب هما اللي بيخدموا لمدارس الأحد. يبقى احنا فعلا كده حققنا الهدف ان في تجمع بين الأنشطة وفي كده اندماج بين الأنشطة، مش كل نشاط شغال لوحده. الحاجة اللي فعالة اكتر كمان ان احنا يعني الإبراشية بنشتغل بالحاجات الروحية. اشتغلنا الفترة اللي فاتت عن السينودوس بالمادة الروحية. فكرة اليوم النهاردة ترفيهي وإن الأولاد يجوا النهاردة، وفكرة الاستقبال كانت فكرة طبعا جميلة جدا، هو استقبلوا الولاد، وفكرة الألعاب وإن اليوم كله يكون ترفيهي والولاد عايزة تكمل. فدي في حد يعني ككنيسة كاثوليكية فدي في حد ذاتها حاجة مؤثرة جدا بالنسبة للولاد، رغم إن الدراسة خلاص يعني بكرة أو بعده. فأنا فعلا بشكر الإبراشية وبشكر القافلة وبشكر اجتماع الشباب على إن هم جمعوا كل ده. أنا انبسطت جدا ان يعني الخدام عملوا لنا القافله وكده، وشكرا طبعا لسيدنا ان هو عمل لنا القافله دي، وكمان الخدام كانوا محبوبين معانا وكانوا فاني. فعاليات اليوم النهارده اكتر من رائعه، ممتازه، الولاد مبسوطين مهيصين فعلا. روح الشركه روح السنودس مع بعض، وده مديه انطباع للولاد ان هم جايين يغيروا، خصوصا ان احنا قبل الدراسه، يعني الدراسه الاسبوع الجاي، فيوم زي دوت هيكون يوم اكثر من رائع. حابب اقول اليوم النهارده كان جميل جدا، بدانا بلقاء كان لذيذ جدا، وكانت كان في روح وطاقه جميله قوي في المكان. بعد كده خلصنا وبدانا العاب وقعدنا كلنا مع بعض، والالعاب كانت جميله قوي الصبح، بس الدنيا كانت حاره حبتين، بس كانت لذيذه. بس والناس دلوقتي بتنطلق والدنيا حلوه. انا بشوي من اسكندريه، وبصراحه اول مره اشارك في القافله، وشكرا لانباب اخوه من نصر ضفنا النهارده في مدينه نصر. بصراحه اليوم جميل قوي، وعلى قد ما نقدر بنحاول نفرح الاولاد ونلعب معاهم، هم بصراحه مبسوطين يعني، وكلهم بيلعبوا. يعني يا ريت اقدر اشارك فيها كل سنه. يعني كنت متخيل ان اليوم ده احنا هيتعمل لناس عشان الناس تتبسط، او قبل يومين المدارس يبقى في شكل اليوم يفتح نفسهم او يشحنهم بطاقه للدراسه. احنا اللي اتشحنا منهم مش هم اللي اتشحنوا مننا. اليوم مجهود، بس الجو اللي شفته في الكنيسه او الاحساس اللي حسيته في الكنيسه كان دافع قوي ان انا يبقى مجهودي مضاعف عشان يحصل شكل زي ده النهارده.